اصبحت في بوتقة الشركات العالمية كبيرة اللي تتميز بموقعها وتتميز انها قدرت تعمل قيمة مضافة وتستغل الفترة الماضية في دفع الاستثمارات الكبيرة في مجال استكشافات الغاز والبترول، واصبحت بالحق مركز اقليمي للطاقة، وقدرنا نعمل فيه قيمة مضافة ونستغل القدرات الانتاجية اللي عندنا، وقدرنا نحول مصر من دولة مستوردة الى دولة مصدرة لاكثر من 14 مليار دولار عن طريق المئة اتفاقية او اكثر اللي هم تفضلوا وعملوها. انا الحقيقة بحيي المجهود ده، لكن ليه اتحافظ سيادة الرئيس؟ الاتفاقيات القديمة اللي بنتكلم عليها ماشية، واحنا الاتفاقية دي باختصار كده بتدي مساحة تانية قدام المساحة القديمة ال 280 كيلومتر مربع بتديله 140 عشان يستثمر، ودته 3 سنين مهلة عشان يقوم بالاستثمارات دي. كويس. لكن الحقيقة لما اجي انا اعمل ايمج لمصر وابدا اكلم العالم بلغة جديدة واشجع الاستثمار ويكون في اماكن واعدة ومدروس انها واعدة، يجب ان انا ابدا افكر في حصة مصر منها. حصة مصر احنا كنا زمان بنتكلم على 30 و70 و20 و80، النهارده الاتفاقيات بقت 40 و60. انا شايف النهارده يعني لما نتكلم بقى مع حد جديد نبدا نقول له احنا عاوزين نحسن الحصه دي لمصر ونزود من حصتنا عشان نعلي القيمه المضافه لمصر، سواء كان في الاستثمارات او في المدخل الجديد. انا ارجوك في الاتفاقات الجديده وخصوصا الاماكن الواعده اللي درست وبقت اصبحت مؤكد ان فيها كميات كبيره، والحمد لله التقديرات المبدئيه اللي بتكلم عنها ويعني ليس سرا، انا كلمت كنت في المغرب في المؤتمر وسالوني الناس قالوا ايه حكايه مصر في البترول، فبدات اتكلم على الاتفاقيات اللي انتوا عملتوها وكنت فخور بالاتفاقيه دي. احنا مجالنا كبير الفتره اللي جايه وهنتكلم على استخدامات القيمه المضافه لصناعات الاسمده او صناعات الهيدروجين. الهيدروجين القادم ان شاء الله هيكون فيه مجال كبير قوي لاستخدام الغاز الطبيعي اللي هيبقى قيمه مضافه، ودي احدى صناعات المستقبل.